أولاً السلام عليكم. شكركم على السيدة فاضل نقص مقابلة صحيح أننا واجهنا فريق نشوف الانتصارات تجربة كبيرة على الفريق الإفريقي والعربي والمغربي. إحنا ولكن جينا ناويين باش نديرو واحد النتيجة إيجابية. وكنت حضرت اللاعبين أننا في هذه المقابلات الكبيرة لازم لا نخطئ. فمالوزمون كون فوا درنا واحد الخطأ اللي دينا التجربة الغالية رغم أننا كنا حاضرين من الناحية البدنية والتقنية وبين عدة فرص. فضرب الجزاء زعزع شيء من الاستقرار الذهني ديال اللاعبين. الوقت اللي رجعنا في المقابلة خطأنا مرة أخرى عطينا اون باس لادفيرسير اللي مشجع لينا. هذا صحيح أن عدة لاعبين يفتقدون التجربة في هذه المنافسات هذه. لكن يجب أن نصلح ما يمكن تصحيحه في المقابلات القادمة لأن ما يمكنش نبقى نخطأ كل مقابلة. ف صحيح أن كنا كما قلت في الشوط الثاني تسيينا اللقاء شجنا وضيعنا هذه الفرص لكن غير مسموح أن نتلقى هدفين من أخطاء فردية في ثلاث مقابلات. دونك فو أنكور روفوار لو سيستيم إي زانديوليتي في هذا الخط الدفاعي. دابور حنا عندنا بروجي ثلاث سنوات والهدف الاساسي هذه السنه هو اقحام عده ضغط شافه في اليوم خط الدفاع مواليد 97 2 تكوني تقريبا الى التجربه بهذه المقابلات في هذه القيمه هذه كيكسبوها. دونك حنا خصنا نصبروا كما توعدنا جميعا لا اداريا ولا جماهيريا ولا لاعبين ولا طاقم تقني عارفين شنو نديروا. دونك هاد اللاعبين هادو بالمقابلات غادي يصحوا يعني المعارف ديالهم البدنيه ولا التقنيه. كما شفتوا اليوم في الفرق اجماليا كان حاضر من ناحيه التقنيه التكتيكيه ولكن الشوط الثاني عطينا فرصه لهذه الفرق الحسنيه الى ستين بعض المرتدات. فاحنا كنا اون امبوزي نوتر جو نوتر سيستيم سا نا با مارشي في لا كونفيزياسيون نا با ماركي. ولكن كاين تفاؤل من ناحيه التقنيه التكتيكيه اللي تيبقى هو نصحوا ان يبقى الاخطاء الفرديه اللي خصها تصحح يعني ما يمكنش نصبروا عليها والجمهور ما يسمعش كما قلت اللاعبين. دونك المونتاج سيتان جوغ سي تريان نعرفوا انه كاين في الدرجه الاولى وكيحملوا قميص كبير اللي هو الجيش الملكي. فما يمكنش نشتغلوا في واحد الجهه ونصحوا بار فيديو وتقول ريفي لي مين فوت. اليوم جي توجور انترديت لا باس ديغيير جي توجور انترديت. نقول لك فوتبول سي ان جو كي سي جو فيغ افون كديرو اون باس ديغيير لاتاكون ادفيرس كي ماركس جانيه. تنقول لهم في الكاري سيزون سيكون فو با لا ريسكي لو تاكل اون اتاكيك. دونك يفو با سارتان دينزيوريتي لو مونتال سارتان. الجيش الملكي تقريبا اللاعبين كلهم اول مره كيلعبوا في الفريق الجيش الملكي. فالشتي راه تقريبا كلهم من فريق الاسبوار ولا فريق ديال الفرق اللي حنا استغلينا صغر السن لان كان هو كيجي بالفريق ولعبوا به يعني ادوار طلعيه من ثلاث سنوات. دونك هذا داخل في البروجي. ما نتفقش معاك تقول ان كنا شاردين كنا شاردين كنا خدمنا سته سبعه. فاحنا خسرنا بان خسرنا الخطا ديالنا وفقط. حنا سيدنا المقابله ولينا عدد فرص يعني في اللقاء من ناحيه التكتيكيه الشوط الثاني كله كان لصالح الجيش الملكي. الشوط الاول نفس الشيء الوقت اللي قمنا بالمقابله ضرب جزاء اللي خاص دار وحنا عطينا اللمسه الاخيره للفريق الخاص. دونك ما كانش شروط بالعكس كانوا حاضرين الدراري. مي صحيح ان ملي كتشتغل في هذا المستوى وانت باقي صغير وما عندكش اكسبيريونس اوتوماتيكمون كتنتقد بيك. حاولنا بطرقنا السيكولوجيه باش نرفعوا المعنويات ديالهم. المستقبل ان شاء الله في يد اللاعبين هذو الى صبرنا عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.